قوله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن القيم رحمه الله: الدعوة إلى الله عز وجل كما ذكر في هذه الآية بالحكمة، وهذه طريقة. طريقة أخرى في الدعوة إلى الله الموعظة الحسنة، طريقة أخرى في الدعوة إلى الله عز وجل المجادلة بالتي هي أحسن. فتكون الدعوة بالحكمة لمن كان جاهلا ورغب فيما لو علم أن يعمل، فهذا تكون دعوته بالحكمة. أما الدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة فهي لشخص يعمل عملا لم يأتي به الشرع لظنه أن هذا هو الشرع، فإذا علم بالشرع عمل به، فمثل هذا لحبه لمعرفة وعمل ما أتى به الشرع تكون الدعوة إليه بالموعظة الحسنة. أما الدعوة إلى الله عز وجل بالمجادلة بالتي هي أحسن فهي لمن عرف الحق وتنحى عنه، فهذا تكون دعوته بالمجادلة الحسنة. قال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وذلك لأن أهل الكتاب أهل علم، فهم يعرفون الحق لكنهم لا يعملون به.